اسمك يا استاذ؟ عبد الباسط رجب تمام، محافظة قنا، مركز فرشوط. انا كنت موظف غفير نظامي، وبعد كده تعبت اثناء الخدمه، جيت قدمت مرضي فحولوني كبسون طبي هناك، مدوني علاج ما خليني متعبت اكتر، فجيت مصر هنا تعالجت والحمد لله وخفيت. وفاجئ بقى حضرتك يا باشي انه جاء خدوا اخويا وخدوا ابويا باجباري، كان في ضابط ماسك الشؤون هناك مفتري، كان مفتري الله لا بارك له، جه مضاهم على قرار بالرفض بتاعي، وانا راجل معايا ست عيال، فالرجاء من ست الوزير الداخليه يعيدني للخدمه تاني، انا راجل معايا ست عيال ويعني وخدمت 3 سنين، فارجوك ارجوك عيدني للخدمه تاني. اسمك بقى تاني؟ عبد الباسط رجب تمام، محافظه قنا، مركز فرشوط، القبيبه. شكرا. عفوا.